أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب حب العصف والروحان في آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشى
قال لهم رسول الله صدق الله العظيم.